أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز أن نفضل العرب على العجم أو أن التفضيل يكون للإنسان بالتقوى هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وأطال فيه وذكره غيره في مؤلفات بتفضيل العرب على العجم وفيها حديث كثيرة لكن المقصود الجنس جنس العرب أفضل من جنس العجم أما من حيث الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من كثير من العرب من جهة الأفراد يكون في الفرس من هو مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه مثل الإمام البخاري رحمه الله أبو حنيفة سيبويه فيها أئمة فيها في العلم والإيمان من الفرس من الفرس من حيث الأفراد لا فضل لعربي على عجم لكن من حيث الجنس جنس العرب افضل من جنس العجم هذه القاعده نعم.